الحقيقة أنا ربنا كرمني النهاردة وجاي في أحلى بلد في الدنيا، بلد الروشنة والترويش والحب والرشاقة والجمال، أحلى بلد في الدنيا لبنان. أنا جاي مخصوص لبنان عشان أحيي حفلات وسعادتي كلها. أنا جيت قبل كده سجلت في بعض البرامج، إنما السعادة الكبيرة إن أنا هغني وعامل حفلات للشباب اللبناني الجميل، وهتكلم على الشباب وهتكلم على الطموح اللي هو أحلى شعب في العالم كله عنده طموح ويحب يوصل. أنا عندي العمود بقى. أنت أنا إن شاء الله هطمنكم، إن شاء الله فريق البحث الجنائي الفارس اللي هو عنتر وبالتنسيق مع جهاز الانتربول الدولي قدروا يوصلوا لأول خيط يوصلنا ليه سلا العمود. هنبقى مع بعض إن شاء الله في بلازا فالاس أول يوم العيد، شارع الفن هيبقى معانا. أيوه شارع الفن، هو ده بقى شارع الفن اللي أنا بسمع عنه ولسه ما وصلتلوش. هو إن شاء الله وصله وهجيب عمود كبير أوي على شارع الفن.